دمشق، وطبعا عم تنقلنا اجواء احد الشعانين للكاثوليك حسب الاجراءات الاحترازيه. اليك زينب. شكرا لك سلمى، اكيد نحن متابعين بتغطيه التحضيرات لعيد. شكرا لك زينب من كنيسة دمشق، كنت معنا نقلتي لنا الأجواء، وأكيد نتمنى الصحة والسلامة لسوريا كلها وأعياد مباركة للجميع. وهلا وصلنا لفقرتنا الختامية. أكيد سلمى، بضم صوتي لصوتك وأعياد مباركة للجميع، الخير الصحة والسلامة والانفراج للجميع يا رب. فقرتنا الأخيرة مثل ما قلنا زينب فقرة كثير مهمة، فكثير من الأشخاص بيعانوا من آلام الظهر والمفاصل في حالات معينة ما بينفع مع العلاج الدوائي، بنضطر للعلاج الفيزيائي، وبعض الحالات يتم الجمع بين نوعي العلاج سواء الفيزيائي أو حتى الدوائي، وبيجيب يمكن نتائج كثير مهمة ونتائج إيجابية. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل أكيد مع الدكتور دريد أدهم، أخصائي بالعلاج الفيزيائي وحاصل أيضا على شهادة من جامعة باريس سوت، وأيضا دكتور محاضر في الاتحاد الرياضي العام. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، يسعد لي أوقاتكم. يسعد صباحك دكتور صباحك. وأهلا وسهلا فيك. يعني دائما الناس بتسمع عن العلاج الفيزيائي وقد ممكن يكون له فوائد للأشخاص اللي عندها ديسك وحتى في عندها أمراض تانية مثل الشلل وغيرها، خلينا نحكي بالبداية عن ماهية العلاج الفيزيائي وفوائده. هلا هو العلاج الفيزيائي من قديم الأزل، كثير قديم، يعني علاج يعتبر من 460 قبل الميلاد على ما أعتقد. أول من عالج فيزيائيا هو أبقراط، عالج فيزيائيا هو عن طريق التدليك، فاكتشفوا هون انه العلاج الفيزيائي عم يعطي نتائج. بعدين طور العلاج ليوصل لمراحل انه يعالج تحت الماء، يعالج باشعه الاشعه الحمراء، هي اشعه الشمس والاشعه الحمراء، اشعه البنفسجيه. فطور العلاج من وقتها لهلا لوصل لمراحل انه نحن فينا نستخدم العلاج الفيزيائي، فينا نستخدم الماشين اللي هي الالات، وفينا نستخدم يدويا. العلاج الفيزيائي هلا ممكن يعالج حالات كثير كبيره، وممكن ما يدخل ببعض الحالات. يعني في حالات ما بتستدعي العلاج الفيزيائي. هلا ممكن في عندك حالات مثلا اذا صاب الشخص مثلا شلل رباعي، فيزيائيا ما في تدخل سريع، هون بيصفي في شيء اسمه جراحي. بعد التدخل الجراحي بيصفي العلاج الفيزيائي. العلاج الفيزيائي هلا هو المسمى الصحيح له هو اعاده التاهيل. يعني إذا الشخص بعد العملية ضرر عضو بجسمه، فهذا بيساعده لأنه يستعيد نشاطه ويستعيد يرجع يقوم يمشي. تمام. هلأ في حالات كثيرة تعالجت فيزيائيا، مثل حالات الشلل الرباعي، الشلل النصفي، النزيف الدماغي المتعارف عليه.